لي انه فلا احتمال نشوفها عروس، انه كان خطوبه في القصه. شوف يا ستي، لأكون معاكي صريحه، تفضلي. ما نعرفش كيفاش تسربت هذه الخبريه هذه. فعلا كاين انسان من الشيوخ، انتبهي، يعني من الشيوخ، من يعني تزوجنا انت عارفه، يعني من الاشراف المدينه المنوره تحديدا. لكن قلت انه يفل امنيه كل احد انه يكمل حياته في جنب، تعرفي يعني. ولكن احنا كذلك عندنا بلاد اللي لازم يكون لا صرا لي حاجه نتدفن في بلادي. ما نغش يعني عندي حاجه مانيش، وبعدين خلي الزواج للصغار، يعني احنا قضينا تجربتنا و... صح، اسمحي لي نقطعك. صح يقولوا انه مقرئ سعودي، صحيح؟ والله لو تسمعي صوته قارئ سعودي ويقرا لي نقدروا نعرفوا شكون؟ اعطينا دي زينتيس. لا نقدرش والله، اسمحي لي. اكيد لا. لكن علاش احيانا الفنان يتحفظ على حياته الخاصه؟ اكيد يا. لماذا؟ الفنان كما الطبيب، كما الجندي، صحيح، في اشياء احنا شفناها يعني وعديناها، وهذا حتى بالتاريخ ما تتكتبش. تقعد لانه فيها شيء كبير عليا.